الكرة عز الدين أوناحي، فرصة لفيدة المنتخب الوطني المغربي، هذه فرصة بلال خنوس، خنوس هذه يعمل بلال خنوس، تمريرة البحتلة أيوب الكعبي، فرصة فرصة فرصة، والهدف هدف التعادل، هدف التعادل لفيدة المنتخب الوطني المغربي، هدف هدف التعادل في أول عودة له لصفوف وللمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا وصلت الكرة، كان هناك خطأ على مستوى الدفاع أيوب الكعبي، كرة بهذا الشكل، هذوما القناصين هذوما الهدافين اللي يمكن نقول بأنه في أقل فرص بإمكانه يضع الكرة في الشباك. إذن أيوب الكعبي يعيد عقارب المباراة لنقطة البداية، هدف ليميتي بين المنتخب